مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأخيرا تولوج كانت في الموعد على أغلب المرتفعات، إذا اكتست بالحلة البيضاء. حتى الأمطار خلال صبيحة اليوم كانت نشيطة نحو المناطق الساحلية خاصة، إذا ضمن تيارات شمالية شرقية عملت على عبور اضطراب جوي نشيط على المناطق الوسطى وأيضا الشرقية، لكنه سيكون سريع الحركة. سحب أخرى انتشرت بمناطق أقصى الجنوب كانت بدون فعالية. بالنسبة أيضا لظاهرة اليوم، الأجواء ستبقى غير مستقرة وباردة أيضا على المناطق الوسطى والشرقية. الثلوج ستبقى تخص القمم التي يتراوح علوها بين 600 متر إلى غاية 700 متر خلال الظهيرة، ثم تنخفض إلى 600 متر أثناء الليل. الرياح أيضا ستكون قوية نسبيا نحو سواحل الوسطى والشرقية. بعض الأمطار العابرة نحو المناطق الغربية. أيضا الثلوج ستبقى تخص المرتفعات التي يتراوح علوها بين 800 إلى 900 متر خلال صباح الباكر اليوم الغد بحول الله. وأثناء الليل سيتشكل الجليد على أغلب المناطق الداخلية الغربية. بعض الأمطار العابرة أيضا بمنطقة الواحات مع سحب عابرة بشمال الصحراء، وصف على العموم بكل المناطق الجنوبية من أقصى الجنوب الغربي نحو أقصى الجنوب. الحرارة القصوى خلال ظهيرة اليوم باردة بالمرتفعات، خاصة بمنطقة الأوراس 3 درجات بباتنا وسطيف، 5 درجات بتيارة، 8 بالجلفة وتيزي وزو، 11 بالعاصمة، 14 بوهران، تقارب 12 فقط بعنابة، 13 بتلمسان نفس المقياس بغردية، 15 بورقلة حسي مسعود إلى غاية أيضا بشار، 20 بتندوف بأضرار، 19 بثمن راس وجهنت، و 28 بأقصى الجنوب. خلال ليلة اليوم برودة محسوسة، إذا حذري تشكل الجليد على أغلب المناطق الداخلية الغربية. 7 درجات تحت الصفر بمرتفعات البيض نعامة ومشرياس، 6 درجات تحت الصفر بتيارة وسعيدة، درجتين بالعاصمة، درجة صفر بتيزي وزو، 3 درجات تحت الصفر بباتنا وسطيف، درجة واحدة بوهران، 6 درجات بعنبة، الدرجة صفر أيضا ببشار وغردية، درجة واحدة بكافة مناطق الجنوب الشرقي، 3 درجات بوسط الصحراء، و11 بأقصى الجنوب. البحر خلال نهار اليوم بحول لا يكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب بسواحل الغربية، رياح ضعيفة شمالية شرقية، شمالية تماما معتدلة بسواحل الوسطى مع بحر مضطرب إلى غاية السواحل الشرقية. هنا الرياح تكون شمالية غربية تدور إلى شمالية شرقية. عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 5 مساء وخمسون دقيقة. ولأكثر تفاصيل تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. أشكركم على حسن المتابعة وأسجل سمجاز.